حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية بالعناوين. إذن مشاهدينا، رئيس اتحاد غرف التجارة في العراق ما يزال يتشبث برئاسة الاتحاد منذ 17 عام، والغريب في الأمر أن طوال هذه السنوات وهذه المدة يجدد رئاسته بنفسه دون استشارة أو انتخاب من قبل الأعضاء، لذلك أعضاء الهيئة العامة يبدون امتعاضهم من بقائه بهذا المنصب، والانتخابات يقرها القانون خصوصا وأن موعدها المحدد كان في نهاية العام الماضي، بالوقت الذي قدم مجموعة من تجار البلد وأعضاء الهيئة طلبات بكتب ووثائق رسمية إلى الجهات المعنية لعلهم ينظرون بأمر بقاء وتمسك رئيس الاتحاد بمنصبه، لكن كلت الألسن وبوح الصوت من الاعتراض. فالقانون العراقي ألزم الاتحاد والنقابات بعدم تجاوز المدد القانونية بالولاية والرئاسة في ذات المنصب وذات الشخص لدورتين، فكيف إذن كان الحال بقاء رئيس اتحاد غرف تجارة بغداد لأكثر من عقد ونصف؟ أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة، ومع انقضاء الأسبوع الأول من مونديال الخليج، البطولة الأهم خليجيا وما حققته من حسن إدارة وتنظيم لدرجة فاقت وتفوقت على جميع نسخها السابقة، فإن الأمر حتما ستكون له مردودات وانعكاسات إيجابية جمة تدعم كثيرا من عودة البلاد لاحتضان المباريات العالمية وتنشيط حركة الاقتصاد خاصة في المدينة الجنوبية المحتضنة لها. فسنوات الحرمان وجفاء الأشقاء يبدو أن بطولة الخليج قد بددتها تلقائيا ورممت كثيرا من العلاقات، وحتما هذه الإشارات سيتعلق بها اهتمامات سياسية وإعلامية. أعلن الساعة صفرها منذ لحظات كسب العراق رهان هذه البطولة استضافة وإدارة، وجميع هذه الصلات تمثل تقاربا رسميا بين الدول الخليجية ورسالة ضمنية عن بدء مرحلة جديدة من العلاقات التاريخية. وفق القانون الذي يوجب إجراء انتخابات لرئاسة اتحاد الغرف التجارية العراقية بمدد زمنية معينة ولا يجوز عبور هذه المدد، فأن رئيس اتحاد غرف التجارة الذي تمسك برئاسة الاتحاد منذ 17 عام مخالف للقانون، وعلى هذا الأساس وبعد رفضه من قبل أعضاء الهيئة وبعض التجار من مختلف غرف التجارة قدموا شكاوى راجين من الجهات ذات العلاقة بالكتب الرسمية والوثائق أن تتدخل لحل هذه المعضلة التي صارت محل سخط ورفض من قبل الأعضاء لغرف التجارة. فنتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. يقال أن القانون فوق الجميع، لكن يبدو أن رئيس اتحاد الغرف التجارية مستثنى من الجميع، فلا يطبق بشأنه قانون ولا يسري عليه بعد أن تسنم منصب رئاسة اتحاد الغرف التجارية في العراق منذ أكثر من 17 عاماً، وفي نهاية كل عهد لإنهاء مهامه يتم تجديد رئاسته من دون انتخابات أو إجراءات قانونية ولا مسوغ يدعو لذلك، بالوقت الذي تم تقديم الكثير من الطلبات إلى الجهات المعنية بكتب رسمية تدعوهم للتدخل في حل هذه المعضلة التي باتت تشكل إزعاجا كبيرا لأعضاء اتحاد الغرف التجارية، بكتب ووثائق رسمية تثبت مدى صحة إرسالها إلى الجهة المتنفذة بدءا من رئاسة البرلمان ومن بيده التنفيذ لردع امتناع اتحاد الغرف التجارية من إجراء انتخابات وفق الدعاوى القضائية والخطوات القانونية المقرر إجراؤها في شهر تشرين الثاني لعام 2022، لكن التشبث بالسلطة والمناصب يحول دون تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات، فالنصوص القانونية والدستورية لا تجيز تحديد الدورة لذات الرئيس للاتحاد من دون إجراء انتخابات تحدد ذلك وفقا لقرارات اتحاد الغرف التجارية في بغداد وبقية المحافظات، حتى وصل الحال بلفيف من تجار العراق ممن ينتمون إلى أعضاء الهيئة العامة بالوقوف على أبواب البرلمان عدة مرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، الخبير القانوني الدكتور مصدق عادل. أهلا بكم دكتور، ضيفا كريما. أهلا وسهلا بكم.
وكذلك الترحيب بعضو غرفة تجارة بغداد السيد أزهر الكلاش، ينضمنا مباشرة عبر سكايب من كربلاء المقدسة. أهلا بكم سيد أزهر. أبدأ معك دكتور مصدق عادل، هل من القانوني بقاء رئيس اتحاد غرف التجارة كل هذه المدة 17 سنة؟ من الجوانب القانونية ممكن، مع العلم أنه العضو مقرر أن يبقى 4 سنوات عضو للغرفة؟ السلام عليكم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. فيما يتعلق برئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، حقيقة هذا الأمر محكوم بموجب قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 43 لسنة 89 والنظام الداخلي للاتحاد رقم 1 لسنة 89 الذي عدل آخر مرة بموجب النظام رقم 2 لسنة 2021. حقيقة لو نرجع نصص هذا القانون نجد أنه حدد مدة مجلس الإدارة 4 سنوات، فبالتالي طالما أنه تم تحديد مدة 4 سنوات لهذا المجلس فمن باب أولى أن تكون مدة التحديد لرئيس الاتحاد أيضا 4 سنوات. حقيقة رغم أن القصور الموجود في هذا القانون باعتبار ما عالج هذه المسألة، لكن النظام الداخلي للاتحاد الغرف التجارية العراقية قد كرر هذا الحكم وجعل مدة المجلس 4 سنوات، بل أبعد من ذلك ذهب إلى تحديد آلية محددة لانتخاب رئيس الاتحاد وكذلك مجلس الإدارة. فلهذا بمجرد الدعوة إلى إجراء الانتخابات يفترض أن يتحول رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى رئيس تصريف أعمال. أما مسألة بقاء لمدة تزيد على 17 سنة فهذا الأمر حقيقة يتعارض مع الدستور العراقي الذي أقر التداول السلمي للسلطة. طيب. وفي نفس الوقت محكمة التمييز الاتحادية من خلال العديد من القرارات التي صدرت المتعلقة بنقيب المحامين وغيرها قد قالت أنه ليس بالإمكان أن يصار إلى إعادة الانتخاب أكثر من مرتين باعتبار أن هذا يخل بمبدأ التداول السلمي للسلطة. طيب، هذه النقطة دكتور مصدق إذا تسمح لي أقاطعك، موجودة بالنظام الداخلي لاتحاد القديم الذي لم يتم تجديده أو تبديله أو تحديثه طيلة السنوات الماضية؟ حقيقة مما يؤسف إلى قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رغم أهميته ورغم قيام الحاكم المدني لسلطة الاحتلال بال 2004 بإصدار أمر تحرير التجارة العراقية وحدوث تغير نوعي فيما يتعلق بالتشريعات التجارية في العراق، لكن مما يؤسف إلى أن مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء لم ينتبه إلى أهمية هذا القانون، فبالتالي بقي هذا القانون من عام 1989 ولغاية يومنا هذا لم تطرأ عليه تغييرات جذرية تنسجم مع التطور الحاصل في دستور جمهورية العراق باعتبار أنه احنا اتجهنا إلى اقتصاد السوق الحر في حين أنه يتحدث عن التنمية والاشتراكية وغيرها من المصطلحات التي أصبحت لا تنسجم حتى مع الدستور. طيب، ممكن أن نعتمد بالنقاش على هذا القانون أو هذا النظام الداخلي القديم انفصل أكثر، لكن نرحب مرة أخرى بعضو غرفة تجارة كربلاء السيد أزهر الكلاش. أهلا بكم سيد أزهر مرة أخرى، وأود أن أسألك عن الانتخابات، متى أجريت انتخابات أو آخر انتخابات لاتحاد الغرف أو لغرف التجارة أو اتحاد رئاسة اتحاد الغرف العراقية؟ أهلا وسهلا أستاذنا العزيز، تحية لك ولضيوفك الكرام وإلى المشاهدين الأعزاء. شكرا لكم على هذا الموضوع المهم اللي مع الأسف إنه مهمل بشكل كبير ولا يسلط الضوء عليه كثيرا، ولكن في الآونة الأخيرة نتيجة تحركاتنا باتجاه القضاء وباتجاه الإعلام سلط الضوء على هذه المشاكل القانونية والخرق القانوني الكبير من قبل الاتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية في العراق. فهذا الموضوع صراحة هذا الموضوع بصراحة موضوع النظام الداخلي للغرف التجارية، احنا أقمنا دعوة قضائية على تغيير النظام الداخلي والتلاعب به من قبل أشخاص يعني أعضاء الاتحاد وغيره النظام الداخلي وبما يهمون وبما يشاءون ويشتهون من أجل مصالحهم، وهذا وما ذكرناه في هذه القضية الدعوة القضائية أقمنا الدعوة عليهم وكسبناها الحمد لله والشكر، ولكن مع كل الأسف وأنا من خلال قناتكم أوجه نداء
استغاثة إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فايق زيدان المحترم بأن يتابع قضايا الاتحاد الغرف التجارية، يتابع القضايا التي أقيمت بحق الاتحاد وكيف تغلق ولماذا تغلق. طيب. وأين مصيرها؟ يعني قضايا مخالفات قانونية احنا اللي علينا دا نسويه، احنا دا نشتكي، دا نرجع للقضاء، دا نرجع للقضاء، ولكن مع الأسف ان يعني مثل ما يقول احنا في كثير من القضايا طعنا ووقف بوجهنا وما اخذنا بالرغم من هذا القانون، هذه الدعوة كسبناها. طيب اذا تسمح لي سيد ازهر، انتم كسبتم هذه الدعوة بحسب هذه الوثائق التي تعرضها والموجودة عندنا، انتم كسبتم هذه الدعوة، لكن ليش يمتنع الاتحاد عن اجراء الانتخابات بحسب الدعوة التي كسبتموها؟ نعم، هو هذه الدعوة بخصوص الانتخابات وبخصوص المجالس الغير شرعية التي تشكلت والنظام الداخلي الذي حور من اجل اعداد هذه الانتخابات، وانا شخصيا حوربت محاربة كاملة بسبب هذه الدعوة. وهذه القضية اختصر حتى ما اطيل عليكم ولا اشخصن القضية، انه هذه قضية عامة وتخص العراق وهذه واقتصاد العراق. فهذه هنا تلاحظ يقول تمتد المجالس الغرف التجارية لغاية 17/2022، يعني المجالس حق انه تمتد لغاية 2022، من بعدها هذه المجالس يجب ان يكون هناك انتخابات. طيب. وفق النظام الداخلي والقانون، ولكن نتيجة عدم احترام القرارات المحكمة وعدم احترام القضاء في العراق بصراحة من قبل الاتحاد، لحد الآن هم يمارسون عملهم بكامل صلاحياتهم ويصرفون ماليا وإداريا، وبالعكس اللي سووه شخص اشتكى عليهم فصلوه من الاتحاد الغرف التجارية حتى ما يحق له يقيم دعاوي. فأنا أحب أنه أوجه نداء مرة ثانية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلى كل من يهم مصلحة العراق أن يتابع هذه القضايا وأن يلاحظ كيف ولماذا تغلق القضايا ضد الاتحاد وضد المخالفين في الاتحاد. طيب. هناك مشاكل كبيرة واختراقات للقانون كبيرة في الاتحاد والغرف التجارية. أنا في غرفة كربلاء وجدت العديد من المخالفات صراحة، وجدت براميل لحرق الملفات تحرق وإلى يومك هذا يحرقون ملفات وهويات توزع مزورة وغيرها، وموظفين فضائيين يسجل لموظف بالغرفة ويدز السفارة ويدز غيرها ويأخذ راتب $1,500. منين يأخذ هذا؟ واحد عينه، والكثير. فنحكي إحنا على النظام واحترام النظام والقانون، هذه مسؤولية القضاء بصراحة. إحنا اللي علينا سويناه، بقى مهمة القضاء، مهمة رئاسة مجلس القضاء الأعلى في العراق. البلد بحاجة إلى قضاء صارم وعادل بحقنا وبحق من يخالف، بحق أي شخص يخالف القانون ولا يحترمه، بالنتيجة راح نحصل إلى فساد مستشري وصراحة مخالفات كبيرة وكثيرة يعجز الوقت صراحة. طيب. عن الفصح فيها، يعني بصراحة الكثير من المخالفات هناك والكثير من الدعاوى أقمناها، ولكن نتمنى أرجع وأكرر إنه أتمنى من القضاء أن يتابعها بدقة ويشوف القضايا اللي غلقت ليش غلقت كيف غلقت. طيب أعود لك، شكرا لك سيد أزهر، أعود لك بعد قليل. لكن دكتور مصدق، الكرة كما يتحدث سيد أزهر بملعب القضاء، هم يعولون على القضاء لإنصافهم، وهناك دعوة محسومة بإلزام الاتحاد بإقامة انتخابات وحسم هذا الموضوع، حل هذه المشكلة القضاء يعني عند حسم لهذه القضية، لكن ليش ما يطبق الموضوع ويلزم الاتحاد بإجراء انتخابات؟ حقيقة فيما يتعلق بالقرار القضائي، ولو أنه ما مطلع عليه، لكن إن صح ما ذهب إليه ضيفك الكريم من وجود إلزام بإجراء الانتخابات، فهذا الأمر حقيقة يفترض أن نضع في
أذهاننا مسألة معينة، وهي أن القضاء لا يتحرك من تلقاء نفسه. في حالة حصول امتناع عن تطبيق القرار القضائي بإمكان السيد ضيفك الكريم أو أي من الأشخاص المنتمين للاتحاد أن يذهب إلى قاضي التحقيق المختص ويقيم دعوى جزائية امتناع عن تطبيق القرارات. إذا تسمح لي دكتور، هم عندهم دعوة، يعني هذا كتاب عندهم بحسب الدعوة القضائية المرقمة 183 لهيئة الموسعة المدنية 2022 بتسلسل كذا، التي تم تصديقها تمييزيا في محكمة التحقيق الاتحادية، حيث ألزم القرار القضائي بإجراء الانتخابات لاتحاد الغرف التجارية في موعدها المقرر 17 بال 2022، لكن نعم. لحد الآن لم يعلن عن موعد الانتخابات. نعم. ولا زال رئيس الاتحاد. نعم. في منصبه. هو حقيقة رئيس مثل ما ذكرت لك أنه يتوجب على السادة المتضررين من هذا القرار أن يلجأوا إلى قاضي التحقيق لغرض إقامة دعوى جزائية ضد رئيس اتحاد الغرف التجارية وفق المادة 329 من قانون العقوبات بامتناعه عن تنفيذ القرار القضائي. في نفس الوقت أيضا بإمكان وزارة التجارة العراقية باعتبار أنها تشرف على الاتحاد والخطة السنوية له، فبالتالي وزارة التجارة مرتبطة بمجلس الوزراء، أيضا بإمكان وزارة التجارة أن تتدخل من خلال مجلس الوزراء وتلزم رئيس الاتحاد بإجراء الانتخابات. لكن حقيقة هنالك ثغرة قانونية استطاع أن ينفذ منها رئيس اتحاد الغرف التجارية، وهو أن نص النظام الداخلي ينص في حال الدعوة إلى إجراء الانتخابات تحل مجالس الغرف ويستمر رئيس الاتحاد بمهامه كتصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات الجديدة. فهنا الحل القانوني للأخوة فيما يتعلق بهذه المسألة يتوجب أن يصار إلى التوجه إلى قاضي التحقيق في المنطقة التي يتبعها مقر مجلس الاتحاد في بغداد، ومن ثم يقيمون دعوة وفق المادة 329 يطالبون باتخاذ الإجراءات القانونية. بمجرد تحرك الدعوة سيلزم قاضي التحقيق رئيس الاتحاد الممتنع عن إجراء الدعوة وإصدار قرار الدعوة للانتخابات إلى إجرائه مع استكمال الإجراءات الجنائية ضده. فبالتالي هذا هو الحل القانوني لإنهاء هذا التسويف الغير مبرر من رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية. طيب دكتور، يعني الانتخابات لرئاسة الاتحاد وحتى غرف التجارة يجب أن كما ذكرت يجب أن تكون بها إشراف من قبل وزارة التجارة، ويجب أن يكون هناك إشراف من لجنة برئاسة قاضي ترشحها محكمة استئناف المحافظات أو بغداد إن كان في العاصمة بعضوية التجارة والاتحاد والغرفة أيضا في المدينة. كيف طيب يتم تجاوز كل هذه اللجان والتجاوز القانون؟ حقيقة فيما يتعلق بالتجاوز يستغل رئيس اتحاد الغرف التجارية مسألة وجود نص صريح يقول باستمراره كرئيس تصريف أعمال للاتحاد لحين إجراء الانتخابات المبكرة. فهذا النص القانوني الوارد في النظام الداخلي للاتحاد الغرف رقم 1 لسنة 89 المعدل بالنظام رقم 2 لسنة 21 هو المنفذ الذي يستند إليه. لكن تغافل وتناسى رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية أن هذا الأمر محكوم بمدد قانونية ودستورية وكذلك قضائية وفق ما حدده قرار محكمة التمييز الاتحادية. فاليوم حقيقة رئيس الاتحاد أمام مخالفتين، مخالفة أولى لنصوص النظام الداخلي التي حددت آلية ومواعيد محددة لإجراء الانتخابات، والمسألة الثانية مخالفته للقرار القضائي الصادر من محكمة التمييز الاتحادية باعتبارها أعلى المحاكم القضائية في العراق. طيب أعود لك سيد أزهر مرة أخرى، أنتم قدمتم دعوة، كسبتم دعوة، وكذلك عندكم كتب ومناشدات، منها كتاب إلى السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب يتحدث عن عرض امتناع اتحاد الغرف التجارية العراقية بالإعلان عن موعد الانتخابات المقرر إجراءها بالتاريخ المحدد بحسب الدعوة المحسومة. هل جاء جواب من رئاسة مجلس النواب عن هذا الكتاب أو هذا الطلب؟ نعم، بصراحة قدمنا فعلا هذا الطلب، ولكن تعرف البلد الآن شوية مشغول ببعض الفعاليات والإجراءات، ونحن نعذرهم يعني الأخوان السيد النائب رئيس المجلس الآن مشغول، ووعدنا خيرا بعد أيام إن شاء الله يكون لنا لقاء معه. وتعقيبا على كلام الأستاذ الفاضل الأخ القانوني بهذا الخصوص، احنا قمنا دعوة بصراحة بعدم تنفيذ القرارات، واستغربنا بشكل كبير، وقدمنا هذه
في محكمة الكرادة، في تحقيق الكرادة قدمنا شكوى بعدم التنفيذ، وجانا القرار مفاجئ بصراحة بأنه هم نفذوا. الآن تلاحظ التاريخ اليوم، احنا في شهر الواحد سنة 23 7/11، هم المفروض آخر يوم لهم من قبل 7/11، من قبل 40 يوم لازم هم عالمين انتخابات حتى تتحقق الانتخابات في 8/11 ويشكل مجلس جديد في 8/11 وما نكون عايشين بفراغ. الآن هم وجودهم غير قانوني، مجالس الغرف في العراق كاملة من الشمال إلى الجنوب الوضع غير قانوني لهم، ولا يتمتعون بالصفة القانونية مثل ما، وأكيد الأستاذ القانوني أيد هذا رأيي وكلام. نتفق هذا معك. كلامي أو رأيي، هذا القانون، هذا القانون يقول أنه ذولا بعد ما يتمتعون بصفة رسمية. المجالس الغرف سقطت الآن، ما بيها، ماكو مجالس غرف، لازم انتخابات تصير 8/11 ولحد هذا اليوم أكو تصرفات مالية، أكو شراء سيارات، أكو إفادات. دعني أستوقفك يعني هنا سيد أزهر إذا تسمح لي. كثيرة. نعم. ذكرت أن أكو تصرفات مالية، ديوان الرقابة المالية بحسب النظام الداخلي يجب أن يشرف، هل يقوم بعمله ديوان الرقابة المالية بالإشراف أو تدقيق حسابات ومالية اتحاد غرف التجارة العراقية؟ نعم أحسنت، هاي نقطة مهمة جدا حبيت أني نسيتها بصراحة. الرقابة المالية كذلك أرسلنا القرارات مال المحكمة وأرسلنا لهم، أنه قلنا لهم هذولا بعد ما يتمتعون بالقانونية للتصرفات المالية، ولكن ما أعرف شنو سبب السكوت. الأستاذ يقول أنه القضاء ما يتحرك من وحدة، صح القضاء ما يتحرك وحدة، ولكن إحنا تحركنا باتجاه القضاء، ولكن إجراءاته وينها؟ إحنا نرجو أن يتفعل دور المدعي العام، دور الإشراف القضائي، أين من تطبيقات قرار المحاكم. الدولة يجب أن يكون لها هيبة ويكون للقضاء هيبته، من أجل أن ننعم بالسلام ولكم في القصاص حياتهم. الحياة مالتنا معدمة بدون القضاء. القضاء هو المسؤول الأول والأخير عن راحة العراق واستقراره وازدهاره. بصراحة هذا القطاع جدا مهم، وهذه المؤسسات مهمة جدا من أجل رفع المستوى الاقتصادي في العراق وتكون يد مساعدة لاقتصاد العراق. ولكن مع الأسف بوجود هكذا مخالفات، فالشخص المخالف كيف تترجى من عنده أن يطور؟ كيف تترجى من عنده أن ينطيك مخططات ومقترحات اقتصادية ويطور اقتصاد البلد إذا هو كله مخالف؟ مخالفات بالجملة. إذا هناك مخالفات. أعود لك سيد أزهر محامين. إذا تسمح لي سيد أزهر، دعني أعود إلى دكتور مصدق. جنبة قانونية أخرى دكتور مصدق، هناك قرار لمجلس الوزراء يفترض أن يعالج هذا الموضوع، قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2018، حيث قرر مجلس الوزراء بجلسة الاعتيادية 41 المنعقدة بتاريخ 2018 إلزام الاتحادات والنقابات والأندية والجمعيات والغرف التجارية والمكاتب التنفيذية بالمدد المحددة قانونا لعضويتهم وعدم تجاوز الهيئات العامة المدة المحددة لولايتها، وبخلاف لا يتم التعامل معها من الجهات الحكومية كافة، والالتزام بالمواقيت المحددة لإجراء الانتخابات أصوليا، وحث رئاسة الادعاء العام أخذ ما يلزم بشأن الجهات المذكورة آنفا استنادا إلى الصلاحيات المخولة بموجب قانون الادعاء العام وعند مخالفتها لأحكام قوانينها النافذة. هذا القرار من مجلس الوزراء 406 ممكن أن يحسم هذا الموضوع؟ حقيقة القرار هذا أنه عالج بطريقة عامة مسألة المدد، باعتبار أنه أحال إلى قانون اتحاد الغرف التجارية مسألة تنظيم المدة وهي 4 سنوات، في بعض الاتحادات 3 سنوات. لكن في الشق الثاني منه، نعم بالإمكان أن يصار إلى تطبيق هذه الآلية، باعتبار أن الادعاء العام هو الجهة المكلفة بمراقبة جميع ما يتعلق بالمال العام وكل الأنشطة في العراق. فبالتالي اليوم حقيقة هي دعوة من خلال قناتكم الحرة إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد رئيس مجلس رئيس جهاز الإدعاء العام المحترم أن يمارسوا دورهم الرقابي وفقا لقرار مجلس الوزراء ووفقا لقرار محكمة التمييز الاتحادية، باعتبار أن رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية قد استغل مسألة أن النظام الداخلي ينص على حل مجالس الغرف
في حين أنه أبقى مجالس الغرف خلافا لنصوص النظام الداخلي، فهو لم يكتفي بمخالفة قرار المحكمة الاتحادية ولا مخالفة قرار مجلس الوزراء، بل تعداه إلى مخالفة النظام الداخلي بحجة إبقاء المخالفة جماعية، وهو الأمر الذي نعتقد أن القضاء من خلال قناتكم الحرة ومن خلال ضيفك الكريم بالإمكان أن يصار إلى طرق باب رئيس مجلس القضاء ورئيس جهاز الإدعاء العام، ونعتقد أن هذين الجهازين سيعيدان الأمور إلى نصابها القانوني والدستور السليم، سيما وأن الدستور ينص على مبدأ سيادة القانون وكذلك التداول السلمي للسلطة والمحددة بموجب قانون الاتحاد الغرف التجارية العراقية والنظام الداخلي بأربع سنوات غير قابلة للتجديد. طيب سيد أزهر، ما مدى دقة الحديث عن وجود جنبة سياسية بهذا الموضوع برئاسة اتحاد الغرف التجارية العراقية؟ نعم، هناك استغلال للجهات السياسية من أجل المخالفات. لا تتصورك أحد يخالف إذا ما يلجأ أو يحتمي بجهات سياسية أو يظاهر بأنه محتمي بجهات سياسية، ولكن هناك أكثر من هذا الشيء صراحة. هناك مال سائب في الاتحاد والغرف التجارية، هناك رسوم غير قانونية تؤخذ، فهذه الرسوم بالملايين بالمليارات، هذه موارد، وهذا سلاح خطير يستخدم من أجل المخالفات ومن أجل الدروع واقية لهم. فهذه الأموال هي كذلك مثل ما يقول إسناد كبير لهم، خصوصا هذه الأموال بدون رسوم قانونية، ليست رسوم قانونية، أكثرها غير قانونية، وقدمنا شكاوى بهذا المجال وننتظر من القضاء حسمها، ولا بصراحة ما نعرف. طيب هل كان لديك يمكن دعوة سابقة بخصوص دعوة شخصية من قبلكم سيد أزهر؟ أنت في يعني تعرضت فعلا لغبون بانتخابات سابقة في غرفة تجارة كربلاء؟ نعم نعم، السؤال مو واضح. نعم واضح سيد أزهر، أنت تعرضت فعلا لغبون، قدمت دعوة قضائية بهذا الموضوع، الغبون اللي تعرضت له شخصيا؟ السؤال غير واضح، عفوا إذا ممكن. تعرضت لغبون، عندك دعوة شخصية بخصوص ترشحك سابقا بانتخابات أخيرة؟ نعم. واستبعادك منها؟ نعم أنا رشحت بصراحة وانتخبت كرئيس لغرفة تجارة كربلاء. نعم. ولكن من عرفوا بي أنا قمت هذه الدعوة اللي كسبناها اللي طلعتها قبل شوية، فصراحة صارت ضغوط علي كبيرة واستبعدوني من رئاسة الغرفة بشكل غير قانوني، ولجأوا إلى الكثير من الطرق من أجل أنه ما أبقى برئاسة الغرفة، ولجأوا إلى اعتماد من قبل المجلس الغير شرعي اللي شكل بالانتخابات الغير شرعية اللي لغيناها، واعتمدوا قرارات اللي من ضمنها فصل احنا مجموعة اعضاء من الغرف التجارية اللي قمنا هاي الدعاوي ضدهم. واستغرب انه القضاء شلون يسكت عن هذا الشيء بالرغم من قمنا دعاوي ضد هذا الشيء. الشكر جزيل لكم عضو غرفة تجارة كربلاء الأستاذ أزهر الكلش، كنت ضيفا كريما عبر سكايب، شكرا لكم. والشكر جزيل لكم الخبير القانوني الدكتور مصدق عادل، كنت ضيفا كريما بالصوت والصورة من بغداد. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم بصوت وصورة من بغداد، اللاعب السابق الكابتن عبد الأمير ناجي. أهلا بكم كابتن عبد الأمير، ونبارك لكم هذا النجاح بالوسط الرياضي والكروي تحديدا بإقامة هذه البطولة. كابتن عبد الأمير، شكرا جزيلا، تحياتي لك وكل مشاهديكم الكرام. النجاح للعراق أكيد، يعني الكل يجب أن يهني الاتحاد ويهني الأسرة الرياضية، لكن هو النجاح للعراق اولا وللشعب العراقي والبصري، وهذه البطوله يعني يعني رقم واحد في العالم اللي فاز بها الشعب والجمهور والكرم والضيافه العراقيه اللي اثبتت وجودها، وهذا هو الفوز الحقيقي يعني بعيدا عن الجانب الرياضي. طيب كيف تابعتم او كيف قيمتم هذا النجاح باقامه البطوله او هذه الجهود المبذوله لاقامتها وانجاحها طيله الاسبوع الماضي؟ وليد صدفة وجاء يعني باستعدادات بسيطة، لكن هذه استعدادات يعني سابقة يعني منذ مدة طويلة، يعني عمل عليها الاتحاد العراقي ووزارة الشباب وكل الرياضيين الوسط الرياضي عملنا بهذا الاتجاه، أسوأ بقطاعات المجتمع الأخرى اللي حاول عودة اللحمة العربية واستقطاب الشباب العربي للعراق وخصوصا مدينة البصرة هي ثغر العراق الباسم. فهذا النجاح جاء عن نتيجة تدرج، يعني سلم أولويات هناك كانت فتدرجنا فيها، يعني كانت هناك كثير من التحركات باتجاهات متعددة يعني متنوعة، سواء كانت على مستوى المسؤولين أو على مستوى الأندية على مستوى الرياضة، وبالتالي أثبت حقية العراق وحقية الشعب العراقي باستضافة الخليجي وعودة العرب إلى أحضان العراق أو عودة العراق أو الحضن العربي أو الدائرة العربية، وبالتالي يعني حاليا هم يشعرون بالندم على الفترة السابقة لأنه كانوا بعيدين عن العراق، وهم يعني يعكسون صورة أنه هذا هو الوضع العراقي الحقيقي، والفترة السابقة أنه كانوا مغشوشين ومظلومين، وبالتالي يعني هذه المساعي كلها جاءت نتيجة تضافر الجهود جميعا يعني دون استثناء، يعني حتى الأخوان بالجوانب في المجال السياسي وفي وزارات او في الدوائر الخدميه وكل الاتجاهات، يعني المجتمع العراقي كله استطاع ان ينجح بهذا النجاح، وهاي الصوره اللي حاليا نشاهدها احنا خصوصا مدى نحكم عن الصوره المحليه، نحكم عن الصوره اللي خارجيه اللي نشاهدها في القنوات الغير عراقيه بالاخص، وبالتالي هي دليل واضح يعني استطعنا نوصل رساله لكل العالم، وهذه الرساله هي اللي ما يطمح لها العراق الحديث او العراق الجديد. ايضا ينضم لنا عبر الهاتف مباشره مدير اعلام الاتحاد العراقي لكره القدم السيد يوسف فاعل. اهلا بك استاذ يوسف، واود ان تحدثنا عن المونديال حاليا، ما هي النتائج المرجوه من نجاح هذه البطوله او نجاح العراق باقامه هذه البطوله وعوائدها للكره العراقيه واتحاد الكره العراقي؟ بدايه تحياتي لجميع المشاهدين وتحياتي للحضور. يعني بطولة خليجي 25 في البصرة أكدت على قدرة العراق بتضييف البطولات باحترام للأشقاء بكل مودة وترحاب، أكدت على وجود الطاقات البشرية العراقية التي باستطاعتها أن تنظم واحدة من أفضل وأهم البطولات في المنطقة. خليجي 25 عكست الوجه الحقيقي للعراق بقدرته على انسيابية المباريات. احنا مثل ما نعرف بان بطولة الخليج بطولة تشارك فيها منتخبات على مستوى عالي فنيا اداريا تكتيكيا، هذا يتطلب عمل جبار وجهود. من الصعب النجاح ان لم تتوفر مقوماتها، ولعل من اهمها قضية التعاون والتكاتف بين جميع المؤسسات سواء الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية في البصرة التي بذلت الكثير من الجهود، ثم الاتحاد العراقي لكرة القدم. هذا يعني قطف الجميع ثماره من خلال الإشادة والثناء والإعجاب الذي يعني تطرح أثناء ووجود الأشقاء في برامجهم أو أثناء وجود المنتخبات الشقيقة وكذلك المدربين. البارحة يعني مدرب المنتخب السعودي سعد الشهري قال كلمة تقريبا أوجزت
هذا النجاح عندما قال بأنه ليس حزين لخروج المنتخب السعودي من الدور الأول للبطولة، وإنما لأنه ترك خليجي 25 في البطولة وسيغادر، لأن أجواء البطولة مفعمة بالقوة والحماسة والجمال، وهذا الكرم البصراوي الذي أسهل الجميع وهو الكرم العراقي الأصيل. وبالتالي كل هذه أعطت الصورة الواضحة بأن العراق باستطاعته أن ينظم بطولات بعدد أكثر من المنتخبات. طيب. هذه البطولة كانت محطة مهمة لتوضيح الكثير من الأمور التي كانت الصورة مشوشة. بعض من الزملاء العرب الذين لم يحضروا إلى البصرة لأسباب معروفة الآن يعظون أصابع الندم لأنهم لم يحضروا ويشاهدوا هذا الكرنفال، هذه البطولات، هذه التجمعات الجماهيرية، هذا الهوس الجماهيري، وهي تحدث لأول مرة. جميل العزيز، وأحب أن أوضح هذه النقطة لجميع المشاهدين بأنها أول بطولة خليجية تكون الملاعب ممتلئة عندما يعني عندما تلعب المنتخبات يعني مو المنتخب العراقي أو المنتخب المضيف، هذه لا توجد في أي بطولة. إحنا نشاهد بأن المدرجات البطولات السابقة تكون خالية إذ لم يلعب البلد المستضيف للبطولة، ولكن في العراق الوضع مختلف، في البصرة الأمور تغيرت. يعني اليوم ملعب البصرة يعني اتسع ل 65,000 متفرج، وملعب الميناء استوعب 30,000 متفرج، على الرغم من انها المباراه تقام بين الكويت والبحرين وقطر والامارات. وبالتالي طيب. كل هذه الامور طيب. يعني اذا النجاحات على مختلف الاوجه والصعد سيد يوسف، لكن من الجانب الاعلامي كيف قيمتم تعاطي الاعلام العربي مع نجاح العراق باقامه هذه البطوله خليجي 25؟ طبعا لنكن يعني نوضح للجميع بأن البطولة هي بطولة إعلامية، بطولة الخليج، بطولة إعلامية، بطولة جماهيرية، بطولة موروث كروي، بطولة تقاليد، كثير من الأمور تتعلق في بطولة الخليج. النجاح الإعلامي الهائل كان غير مسبوق. يعني القنوات العربية الخليجية تتسابق من أجل تقدم الأفضل لهذه البطولة، يعني برامجهم وفي ما يتعلق في الاتحاد العراقي او اللجنه الاعلاميه تعامل بمنتهى الاحترافيه مع القنوات الفضائيه من خلال توفير مستلزمات العمل المهني، توفير جميع الامور الاداريه اللوجستيه للقنوات للزملاء العرب. يعني انت مثل ما تعرف هناك زخم اعلامي كبير لبطوله الخليج في 25 في البصره، وبالتالي هذا انعكس ايجابا على البرامج. لذلك الان لا صوت يعلو فوق صوت خليجي 25 في البرامج الرياضيه، هذا كله ساهم مساهمه كبيره بان تكون خليجي 25 هي حديث الناس سواء في العراق في المنطقه وكذلك في هناك. طبعا احب ان اضيف بان هناك العديد من القنوات العالميه الوكالات الإخبارية المهمة العالمية هي تغطي خليجي 25، لذلك تم استثمار وجود وتواجد هذه القنوات والوكالات العالمية وكذلك العربية بصورة جيدة. أيضا كانت الرسائل إيجابية عن البطولة وعن البصرة، وهو هذا ما كنا نسعى إليه. أعود لك كابتن عبد الأمير، بعد هذا النجاح الباهر أو المبهر بنجاح العراق بإقامة هذه البطولة، تعتقد أن العراق راح يستضيف بطولات أخرى؟ تعتقد أن الكرة العراقية ستظهر بصورة أخرى ومنحى آخر بعد كل هذه النجاحات؟ هو يعني النجاح يعني قادم إن شاء الله، يعني هو قلت لك البداية كلما كانت صحيحة وتعكس صورة إيجابية فيها تكون الارض يعني خصبه انه يعني تستقبل الضيوف. النجاحات القادمه ان شاء الله هي انه موجود العراق اصبح اليوم بنيه تحتيه عده كبيره على مستوى الملاعب، على مستوى المحافظات متوزعه،
قدرة تنظيمية وطاقات شبابية عالية موجودة، خبرة متواجدة، يعني كفاءات علمية وأكاديمية موجودة، وبالتالي يعني الموضوع يعني خرج عن الجانب السياسي الآخر يعني اللي كان سابقا الحظر وتفاصيل الأمور الأمنية، لكن حاليا العراق أصبح بلد يعني آمن أكثر من 100%، وبالتالي يعني عليه يعني يجب أن يأخذ استحقاقه ودوره الطبيعي، لأنه كرة القدم اليوم أصبحت أسلوب للحياة وأسلوب يعني المجتمع، وبالتالي كل يتنفس كرة القدم. هذا ليس في العراق وإنما في كل العالم، يعني جمهورية كرة القدم اليوم أصبحت سائدة ومسيطرة، وشفنا هذا ما حدث في قطر وفي كل دول العالم حاليا تجري المسابقات. فتأثير كرة القدم اليوم أصبح جزء مهم جدا في المجتمع، فجزء من أهميته أنه للعراق أن عودة الحياة إلى طبيعتها أكثر من ما كان يعني متوقع عند الأخوان العرب اللي زاروا العراق وتفاجئوا، وبالتالي حتى الأخوان الغير عراقيين أو غير عرب الضيوف الآخرين ديجون، بالإضافة النقل المباشر والمحطات العراقية اللي لعبت دور كبير أيضا في يعني رصد الحقيقة من الداخل بدون يعني تشويش أو بدون إضافات، فأصبحت اليوم حقيقة واقع أمامهم أنه ما على العراق إلا أن يستضيف البطولات القادمة اللي تكون أكبر، يعني كبطولة كأس العرب أو بطولات أسيوية، حتى بالإمكان استضافة لقاءات عالمية، لأنه أنت ما تحتاجه لهذه المباريات أو لهكذا بطولات متوفر من البنية التحتية الأساسية، الجمهور، الجوانب المادية، الجوانب المعنوية كلها الأخرى، فكل الأمور يعني اللي تحتاجها في المباراة، فأعتقد النجاحات قادمة إن شاء الله. طيب، بتظافر الجميع. أيضا ينضم لنا مباشرة بصوت وصورة أو عبر سكايب من البصرة الزميل كاظم الحاوي. أهلا بكم كاظم مرة أخرى، وأود أن تحدثنا كيف تبدو البصرة اليوم بعيون الأشقاء الخليجية. رحمة الله وبركاته، تحية لك أخي العزيز أستاذنا الكريم وليوفك الأكارم ولكل مشاهدي قناة الأيام الفضائية. طبعا البصرة هذه الأيام تزهو بوجود الكثير من الأشقاء العرب من الضيوف الذين جاءوا ليشاركوا فرحة العراقيين هذه البطولة، بطولة خليجي 25. هناك انطباع كبير جدا وفرح يعني يغمر الزائر إلى هذه المحافظة، من إن كان من داخل العراق من المحافظات الأخرى أو من خارج العراق من الدول الشقيقة أو الدول الصديقة أو الدول الأخرى، يرى أنه هذه المحافظة الآن هي مقبلة على أن تكون مضياف لفقط ليس فقط خليجي 25 وإنما للبطولات القادمة صاحبة الفضل في أن تكون هناك أجواء يعني تجمع الأشقاء العرب وتغيير الأجواء والنظرة السائدة نحو العراق. الإعلام بدأ يتوجه إلى هذه المحافظة، الإعلام العراقي العربي الأجنبي يتوجه إلى هذه المحافظة، ويعني وجد في هذه الدولة العراقية الجديدة نموذجا للأمن والاستقرار. كانت هناك بطولة كأس العالم في قطر قبل ليس بالمدة البعيدة، هي أيضا أصبحت داعمة لهذه البطولة، بطولة خليجي 25، وتوجه أنظار العالم إلى هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بحيث أنه أصبحت البصرة أيضا محطة جذب للإعلام الإيجابي العربي وغير العربي. فكانت البصرة مضيافة وترحب بجميع الضيوف إن كانوا من محافظات العراق وإن كانوا من خارج العراق، وهذا يعني كان واضحا وجليا لكل الأشقاء العرب الذين ظهروا بالكرم العراقي والبصري وهذا الاستقبال والحفاوة الكبيرة. وأعتقد أنه كان سر نجاح هذه البطولة هو عودة التقاء الفرقاء من بعد سنين وجمعتهم هذه البطولة والأخوة والمحبة. الشكر الجزيل لك زميل كاظم الحاوي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من البصرة. وأعود لك كابتن عبد الأمير، كيف راقبتم مستوى التنظيم بهذه البطولة؟ أم ما زال بذات المستوى المطلوب؟ جهود عالية وتحضيرات، لكن التطور اللي حدث في الملاعب والبنية التحتية، الملاعب كبيرة، عدد الجمهور
أكثر من متوقع، يعني بالإضافة إلى وجود وحضور إعلاميين من خارج العراق وقنوات محطات جمهور متنوع، وإحنا منذ فترة طويلة يعني هكذا أمور بعيدين عنها، يعني كان تحدث عندنا لقاءات لكن فردية يعني كفريق ليس كبطولة مجموعة، وبالتالي هاي الأمور اللوجستية الكبيرة كانت تحضيرات جاهزة على قدم الوساق عليها منذ أيام طويلة، يعني بجهود المحافظة والحكومة المركزية الاتحادية في كل الاتجاهات يعني ذات كلام، وبالتالي يعني كان التنظيم على درجة عالية جدا مع وجود بعض الأخطاء اللي حدثت بسيطة وتم تلافيها يعني بعد لقاء آخر يعني بعد المباراة الثانية يعني أقصد. فهذه يعني حالات التنظيم تحدث في كل عالم، لكن الزخم العالي الكبير يعني أنت يعني أمور يعني ممكن تسمعها لكن لما تشوفها بالحقيقة بالواقع يعني يعني تعذر المنظمين والسائل يعني القائمين على المباراة المراقبين، يعني أنت من ملعب سعته 60 إلى 65 ألف وخارج الملعب أكثر من 100 ألف، يعني فذول شلون تعالجها الموقف؟ وبالتالي يعني احنا اليوم في ظل هذا الوضع وهاي الامكانيات يجب ان تكون هناك لدينا ثقافات جديده يعني يعني داخل الجماهير ايضا تختلف عن ما كانت عليها عندنا في السابق، يعني هذه موجوده الحاله في كل العالم، يعني اي فريق اليوم بالعالم عنده مشجعين ومحبين بالالاف او الملايين، لكن الملاعب لها حدود طاقه استيعاب، يعني ممكن هذه لها حدود، وبالتالي يعني هاي الحدود ما ممكن تتجاوزها اكثر من المعقول، وهذه ايضا حاله مراقبه ومتابعه ومسؤول عليها، يعني وبالتالي امن وسلامه وسلاسه الدخول انسيابيه يعني بالدخول والخروج هذه مهمه جدا. نعم. فبالتالي يجب ان نمتلك هذه الثقافه، فاعتقد يعني التنظيم يعني على مستوى الملاعب بدات الامور تتضح الصوره اكثر، وبالتالي يعني بدا الوعي يزيد، لكن تبقى يعني احنا بحاجه الى خبرات اكثر، تراكم خبرات، محتاجين الى شو تقول يعني ترتيب التوقيتات ايضا مهم جدا، يعني بالنسبه لحركه سير المرور ودخول الملاعب وخروجها. انا دخلت بالتفاصيل الجزئيه يعني اقصد التنظيم. التنظيم يعني هو واضح يعني على كنظام بطوله وطريقه اللعب وهذه، فهذه البطوله اعتقد راح تكون مثاليه ايضا، يعني باستثناء اليوم الاول اللي حدثت حادثه او حادثتين بسيطه جدا، فبالتالي يعني لغاية المباراة يعني اليوم يعني احنا التنظيم مثالي عالي جدا والكل يشيد بالدخول والخروج، وبالتالي يعني ايضا حتى في عملية التسهيلات اللي تقدمها الحكومة العراقية والمنافذ الحدودية والمطارات والقطارات والسيارات بالإضافة إلى الكرم البصري، فأعتقد يعني احنا عكسنا صورة جميلة جدا عن العراق وعن الإنسان العراقي. نعم. وشكرا جزيلا لكم الكابتن عبد الامير ناجي اللاعب السابق، كنت ضيفا كريما علينا في قناه الايام وحصدنا لهذه الليله وشرفنا بوجودك كابتن. وشكرا جزيلا ايضا لمدير اعلام الاتحاد العراقي لكره القدم الاستاذ يوسف فال، كان معنا مباشره ضيفا كريما عبر الهاتف. وشكر للزميل كاظم الحاوي، كان معنا مباشره عبر سكايب من البصره. والشكر موصول لكم مشاهدينا، الى هنا وصلنا واياكم وضيفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليله، والى اللقاء في حصاد اخر.